السلام عليكم في كازا كوبونكم. في اطار تتم تعلم رسوم المونغا، اليوم جبنا لكم طريقه رسم شخصيه جديده واللي هي صاحب قبعه القش لوفي. كما تعرفوا جميع عندنا منهجيه ديال ثلاثه ليكالك، لو برومي بور لو كروكي، لو دوزيام بور لو تراساج، لو ثروازيام بور لو كولياج. دونك اليوم غنحاولوا نتعلموا رسم لوفي في بضع دقائق على بركه الله. برومي شوز غنختاروا واحد اللون يكون داكن شويه اللي غنديروا به الكروكي. وانا كنحب وكنفضل بزاف اني نخدم بلورونج قريب شويه الجون دوري شويه داكور. نحاولوا نديروا واحد لو سيركل. اول حاجه غنحاولوا نرسموا قبعه ديال لوفي. عندنا واحد دومي سيركل هنا، ابري غنديروا واحد دومي سيركل ici، واحد سيركل الوسط. غير هادشي علاش كنديروا هاد هكا لي اشيغ بهاد لو تروك، باش نحصلوا على واحد التباين يمكن يسهل لينا فين غنحطوا لو بلون ديال البيرسوناج ديالنا. دونك نمحيو هادشي باش يبقى اقرب لنا اكثر. لوفي معروف عنده ودني قلشين، عنده واحد الشعر هكذا ديما خارج في القنت، حتى ملي كيحيد القبعه كيبقى يبان، وهادشي كتلاحظو بزاف. بالنسبه اللي بغى يحب يتعلم طريقه رسم الشعر ديال لوفي، فانا كنقترح عليه يحاول يدقق مزيان في الطريقه ديال التحرك ديال الشعر ديال لوفي، حيت هكذا يمكن له غادي يميز يعني اتجاهات فين كيمشي والمنحنيات اللي كيمشي فيهم الشعر. واخا دونك غنحاولوا نحصلوا على اللون ديال لابو. اختار عليكم جوج الالوان، لون واحد غير هو يعني يكون واحد. نتوما اعزائي تاخذوا هاد البورسونتاج اللي كاين هنايا باش كوم سا تاخذوا اللون الصحيح اللي غادي تلونوا به.
اعزائي هانتوما كيف ما شفتوا معنا رسمنا لوفي في بضع دقائق وبالمنهجيه اللي انا كنت يعني انصحتكم بها انكم تتابعوها ف 100% غادي توصلوا لهذه النتيجه هذه غراس هذه المنهجيه وغراس لي كور ديال كيزاكو.com. كنتمنى تكونوا بخير ان شاء الله ونلقاكم ان شاء الله في حلقه جديده من كيزاكو.com.